يوم من الأيام ذهبت سميرة كالعادة إلى المدرسة بانتظام. سلمت سميرة على أصحابها في سرور واحترام، وفي وقت البريك سميرة لعبت وياهم وإيديها جت في تراب وما اتغسلتش. كلت سندوتشاتها والكيك ولعبت بوستها وشعرها وبغسيل إيديها ما اهتمتش. اتكرر المشهد ده كل يوم، بس المرة دي كانت غير. سميرة بدأت تهرش في شعرها كتير وزاد الهرش. يا سادة، الوضع ما يتسكتش عليه. مامتها احتارت، مالك يا سميرة؟ يا ترى فيه ايه؟ في يوم شعرها حشرات كتيرة. اتخضيت وصابتني الحيرة، رحت لجارتي في العمارة حكيت لها وردت بشطارة: أنا عندي الحل يا سمارة. ادتني إزازة مريضة وجواها حاجات غريبة، إيشي جهاز وإيشي مبيدات حشرية. جربتها لقيتها كويسة، بس البنت شعرها بقى زي المكنسة. البنت بقت متكدرة على شعرها، يعني أمها متأثرة. يا ترى عندك الحل يا دكتور ولا البنت هتفضل متكدرة؟ أكيد عندي الحل، عندي أكتر من حل كمان. بداية ممكن تاخدي السبراي ده، وفي كمان شيل ايدك بقى لوشن، وفي كمان الشامبو ده تاخديه على حسب انت بتحبي تستخدمي ايه اكتر. كل الحاجات دي لا انا هحلقها. لا انت لو قصيتي لها شعرها ده مش هيتاثر، لان انت لازم تعالجي العرض اصلا، لان الامن ده حشره بتعيش في الراس، بتعيش بين الشعر وبتتغذى على الدم في فروه الراس، فبالتالي انت لازم تعالجي العرض من اوله. وكمان بعد انتهاء مده العلاج انت هتكرري بعدها باسبوع او اسبوعين علشان كده تتم مده العلاج الكامله، لان انت في وقت بيض انت عايزه ان هو يتقصب. بيض؟ بيض في شعر البيض؟ لا جيلك منين؟ اكيد من عند الكمبيوتر. انطقي. الكمبيوتر ايه؟ الحشرات دي مش بتتنقل عن طريق الكمبيوتر، دي بتتنقل عن طريق اتنين كانوا قاعدين جنب بعض، واحده فيهم عندها قاعده جنب مين؟ انا مش انا قلت لك ما تقعديش جنبها تاني؟ مش انا قلت لك؟ طب بس مش تضربيها، احنا ان شاء الله عندنا حل، انت هتاخدي الدواء بتاعها وان شاء الله هيجيب معاكي نتيجه. طب خلاص انا كل يوم احميكي، كل يوم. مش شرط النظافه، اهم حاجه ان هي تبقى سبب العدوى. النظافة مش هي سبب العدوى، انت ممكن تكوني بتغسلي شعرها كل يوم وبرده يكون موجود العدوى دي موجود، بس خلي بالك كمان على شعر اخواتها وما يناموش جنب بعض. كمان هتنقل العدوى لاخواتها؟ كمان؟
خلي بالك ما يناموش جنب بعض، وغيري الملايات وغيري اكياس مخدات السراير كل يوم، واغسليهم كويس قوي وطهريهم كويس. طب وايه لو ما خفتش بقى يا دكتوره يحصل لها ايه؟ لا لو ما خفتش دي ساعتها ممكن تظهر عليها اعراض، ساعتها لازم على طول تروحي للدكتور. ابسطها ابسط حاجه انت هتلاحظيها ان هي ممكن تسخن، تجيلها شويه سخونيه، السخونيه دي لازم على طول تعالجيها، روحي للدكتور، وهو الدكتور في المستشفى هو هيديلك العلاج المناسب للحاله دي. يعني الحاجات دي هتنفع ان شاء الله. ده شامبو انت هتغسلي شعرها عادي، وده لوشن يتحط على الشعر ويتساب شويه وبعدها تغسليه بالميه، وده سبراي علشان تحطيه على المناطق اللي فيها العدوى في الشعر. انت هتستخدمي لان الاثنين دول نوع واحد، يا تستخدمي السبراي يا اللوشن، وطبعا الشامبو لا تنسي. مش ما نشوف اخرتها ايه، ما نشوف اخرتها ايه. تعرفي ان اللايز دوت بيبقى موجود في الجسم كله، في هيد لايز وفي بيوبيك لايز وفي سكيلز، بس طبعا اشهرهم هو الهيد لايز. ده بيبقى موجود اكتر ما بين السكول تشيلدرن، وده بيبقى غالبا بيبقى بسبب البور هايجين، وكمان بسبب التفدس اللي موجود في المدارس. لا واللايز كمان بيعمل امراض تانية غير نوع الاموشن مش موجود في الهيد، ممكن يعمل لاكسين فيبر، ممكن يعمل برنس فيبر، ممكن يعمل ابيديميك تايبس. فيبر طبعا ليها كومبليكيشن ثانيه خطيره، ممكن تعمل ديهايدريشن للجسم كله، ممكن تاثر على السي ام اس ثاني هالوسينيشن ثاني فيبر. طب احنا بقى المفروض كصيادله ان احنا نساعد الناس في تجنب اللايت وتجنب الكومبليكيشن بتاعته، وده عن طريق البادي هيلث.